تو ذكرتها يوم أقول أبو محمد بعرج عليها قريبة لهذا، لأنك تقوم بشؤون الناس. إيه. تمشي حالة أخوك المسلم. نعم. ما تبي شيء، أنت بيها من الله سبحانه وتعالى. فهذه ترى فيها أجر عظيم عظيم. صحيح. شخص أرسل لي قصته، أختصرها جدا، في يقول أنا موظف في مستشفى طرها من لي تو، قال العجوز اللي تدور على عصاها أبو محمد في المستشفى، يقول أنا موظف في مستشفى، يقولوا كنا مجتمعين أنا والزملاء أحلى الدوام يجون الساعة الساعة مجتمعين بنفطر بالعربي، يقول والله أنا حاطين فطورنا، يقول أم جاتك العجوز مسكين الظاهر أنها ما بتقرأ، يعني هذا الغرفة ذي ما هي بالدخول غير بس هذا العجوز مسكين على نياتها، ولا جات يقول على عصاها تقول تفتح علينا الباب. يقول انهروها الزملاء، هذا الموظفين ما لا لا واخري لا اطلعي، استحت هي، يقول وانا والله اني قاطع الخبزه بفطر، يقول انا احطها، يقول قلت يا ناس خاف والله حرمه كبيره في مقام امكم استحوا على وجهك، يقول انا تعود من الشغل والله نفسي في الفطور، يقول احطه، يقول اطلع، قالت يا ولدي الله يجزاك خير بس انا ما دريت انا العذر وسمحت حسبني بهاوشها. قال يا خاله انا في خدمه سمي امري وش تبين بس، قالت ابي القسم الفلاني، يقول وله اخر المستشفى المفروض انها داخلت مع باب ثاني. انا لله وانا راجعون، ما هي بداله مسكينه، يقول قلت يا خاله تمشي، قالت شوي مو بواجد والله ما اقدر اواجد، قلت اجل بس انتظريني على هالكرسي، يقول اروح واجيب عربيه واجلسها، يقول وادفها وامشي ومن قسم في قسم، ما عاد عيال ما عاد احد ما عاد بنات، قالت والله ما معي الا ربي، قال اجل سخرني الله لك، يقول واقعد معها يجي ساعه ونص ألين خلصتها، واتصل عليها ولدها وجاء وخذها عند باب المستشفى، عاد اللي ما أدري وش طرف ولدها ما شاء الله. يقول والله العظيم في ظرف أسبوع واحد، يقول كنت طالب نقل ومتعسر سبحان الله العظيم، أبي نقل عند أهلي في ديرتنا، يقول ما مستحيل ما خليت أحد ما كلم ما حاولت بكل الطرق، رفعت 100 خطاب، يقول كلها يردون عليها بالفشل، يقول برادة رب العالمين، يقول تيسر أمري، دعت لها العجوز الصالحة، رح يا ولدي الله ييسر امرك ويوفقك وين ما وديت وجهك، يقول سبحان الله يجيني النقل للمستشفى اللي انا ابي، تيسير رب العالمين. فالخدمه الواحد اللي مشى مع اخوه المسلم تراها فيها اجر عظيم وتيسير، ويسر لك الله بعدين. صحيح. ما في شك ما في شك ولا لا يا شيخ؟ الا والله لا في حاجه ودي اقولها.